قولي لي وش راه زدان ولا ما جاش؟ راه مشغول، راه مشغول بيه ما جاش، وراه مليح ويسلم عليك. عندك مشكل مع راجلك وما قلتيناش عليه؟ ماشي انا عندي مشكل مع راجلي، عادل هو اللي عنده مشكل مع باباه. هذاك مصباره في السد تما حاكمنا بلاصه دنا كاع سيبه سمعتك ملي جي ولا تيبيو علاه راك لابس هكا؟ علاك تهضر في التليفون منين جيت ومنين رحت؟ على خاطر انا بابا كي كان يهضر معايا راسي محطوط في النظر، عينيا ما طلعهمش فيه، فهمت؟ بصح ما يسيبلك السبه تاع باباه باش يمشيك كيما يحب، هو تاني مازالو صغير والطريق راهي قدامه، ماشي من حقه يوقف لك في طريقك. عرف بلي هو دار مقلق بزاف، بس سنعو كتش تشوفك. بصح خالو انا ما نباتش ماشي ترجعني، حالتها طولت، كل مره نقول حالها وتفوت. الحمد لله. وشنو هذه كي دارتهم في ودني؟ هلا وش فيها؟ وش فيها؟ الانسان كي يمشي يشوف قدامه، ماشي يغلق ودنه. هاي ماجيني كاش طوموبيل جات جايزه ما حسيتيش بها وقاستي كيفاه؟ ياك نشوف بعيني يا بابا ماشي بودنية. شوفي بعينيك شوفي، راني فاهم. بصح ماجيني جات طوموبيل ما حسيتيش بها، ولا كان السراق حب يسرق لك الساك تاعك ويتفرى فيك. اللي يسمعك هكا يقول الدنيا معمره بالدونجي. طوموبيل تسرق تخبطني، سرق يجي يسرقني. هاني روحك بابا، مول طوموبيل يجي يخبطني على بالو بلي راني دايره لي زيكوتور، خاطش الناس قاع يبيهم. عندكم واحد اللسان؟ يطلع يطلع يعاوني يماك، هاي هاي غولي اجري. طوموبيل تبحثني سرق يسرقني. شفتك من البالكون حكمك باباك بهذا اللي راه في ودنيك؟ ها هذا حكمك باباك بيه؟ حكمني شغل زعما شي واش درت وحكمني متلبسه؟ واش قال لك ما تزيديش ديري في الطريق؟ دوك هذا تاني نتوما اللي ديسيديو وقتاش نديرو وقتاش لا. احنا في وقتنا الوالدين كانوا يقولوا لنا واش نديرو على خاطر كانوا خير منا. ولا في وقتكم كان كاين لامبي 3. هودا ما رانيش على هذاك، على ما شمال ياك راني طايعتكم من الخدمه للدار لابسه كيما كاع البنات، هو بلوس نزيد نخدم لك الشغل، واش حبيتي اكثر من هكا؟ واش هذا الكلام؟ واش راكي حابه؟ ماني حابه والو، اخطوني اخطوني برك. ايه ولا يتسمع حسك يا انت، ما كان ما دخلت بيني وبين ماما. اسمعي وقال عن بالك بصح كي راكي تخدمي خلاص تطلعي فوق ريصنا. لا لا انت طلع فوق ريصنا خير. وعلاش انت ما يعجبكش الحال كي بابا يدير لك لي غومارك؟ ماشي كيف كيف. وفاش ماشي كيف كيف؟ قاري خير مني ولا فاهم خير مني ولا باسكو انت راجل؟ هادي غنساها ننساها. ماشي كيف كيف. اه ماشي كيف كيف. يا سكتوا عليا، امشي انتي لبيتك امشي. ماشي كيف كيف. ماشي كيف كيف. ماشي كيف كيف. انا وحدايا واش هالكلام زعما انت خير منها على خاطر راجل؟
نحيه من بالك. ها صار هكا، انا كي نغلط تحكميني ويا كي تغلط معليش. انا ما مديت الحق حتى واحد. روح لبيتك وليدي، روح خلاص. على روحك ما نروحش ديجا، نفحك لي نخرج كاع. وليت كي بابا، حتى حاجه فيهم ما تعجبني. خالي قريب درتها ما بيناتهم. شوف قدامك يا أنا. جاي حوسه لك السيد تاع ذاك النهار. شكون سيدة؟ لي جاك السمانة اللي فاتت. ما خلالكش معلومات عليه؟ قال لي نرجع. خليه كيما جا مره ثانيه يعاود يولي مره ثالثه. حوس عليك سي رشيد. ايه رشيد نسيت ماشي على التليفون ديالي. قدري تروح كاين حقك نايب. داوي شي عبد يعيط. صباح الخير رشيد. الو رياض، واش بي تليفون تاعك طافي؟ والله غير عييت يا خو اسمح لي، البارح قلقوني في الخدمه طفيتو، صباح نسيت باش نشعل. روح لعندي سحقك. هذا وين دخلت البيرو؟ مازال با ما شفت الكوار ديالي. قلت لك روح لعندي، راني جبت ماتيريال جديد، روح تشوفو باش تجيبو كيفو. ايه الحضره يا بارك عليك، صحه راني جاي. ايه صح. خوك لا يغرق صاحبك، كان جا خد آخر والله غير يحسدني. يعطيك العافية. الله كلا طيبين عشان تعشوا برا اليوم. ما رانيش حابه نخرج. انا كرهت من الدار، كرهت من الروتين، من الخدمه، من الدار، من الدار، التلفزيون، كرهت الدار وكرهت الروتين. واش راك حاب تقول؟ لو كان جاو عندنا الدراري عمروا علينا الدار. ما قلت والو. وانا هي السبه. يا ربي واش بيكي؟ واش راكي حابه؟ ما قلتش بصح راك تخمم فيها. اسمعي انا اللي حاب نخرج نتعشى معاك، هذا ما كان. واذا ما راكيش حابه ما نسيفش عليك، وعمري ما سيفت عليك حاجه اللي ما راكيش حبتها، فهمتيني؟ ايه يا مهدي يا وليدي،
هذا الشجره كي جبناه هنا قلت انا قلت ما تعيش هذا بصح الحمد لله اليوم راه هي المخيره فيه ما يدار تحت القلاه يدار هي مليحه شنو يخصها زبير جاب لها ربي كون طوعوني نزبروها طيب هذا ربي انا كنت نهضر بصح واش رايك نقول لكم نزبروها على الشجره ايه معليش انا شي درك لازم نصبرها على حقوق وقتها وعلاش ما قلتش لعمي محمد يصبرها لك على بالك السجره بدات انا اللي نصبرها ونتهلا فيها على بالك وما تنساش بلي هاد الشجره باباك اللي علمك تغرسها بصح كبرت علاش انا شحال ما خرجنيش في رحبه مانيش حابه نخرج تعرفي علاش على خاطر الدار اللي والفها تعلمت فنيين رانيا تعاقي نهار كنتي تقراي كنتي غير تجي من القرايه تخرجي معايا بلا ما تحسي بلايا هذيك بكري علاش دروك شتبدل هيا انا نروح بدي معك سامي انا راه معاكم انا ما نبطاش انا راسي ويوجع وسليمة ما تقدرش تعسو كنزة ما تقلقيش روحك على سامي خلي انا نعسو هيا صحة تعالي في راحتك يما يما شنو وليدي ما تستنينيش عشيه على خاطرش نخرج من لافاك نروح ديريكت عند مهدي من بعد عنده اليوم ما عليه وليدي سلم على خالتك ورايح عند خالتو اكره عند خالتك بهذه الحاله بهذه اللبسه هذه على واش بها حالتي واش بها لبستي انا ما فهمتش زعما راك معاشر مهدي وراك داير هكذا لابس هكذا مزيه ما تاثرش عليك على خاطر حليمه جامي تقبل وليدها يدور مع واحد كيما انت على واش بيا انا باش خالتي ما تقبلش وليدها يكون كيما انا روح روح وليدي روح ما تنساش عيط ليا صح وليدي صح واش تبقى هكذا موراه ما تخليش الولاد في حاله شفت حاله كيفاش ها او عاجبك انا ما نتلاقى به برا نحشم به يا احمد الولد راه كبير ماشي حق علينا نورو له واش يلبس المهم راه في طريق صواب ماشي من حقك انت بصح من حقي انا نقعد مو راح حتى يتسقم والله غير عييت عييت واش ندير ما بيناتكم عييت هبلتوني
نقول لكم حاجه، خلاص دبروا ليسانكم، ما نزيدش ندخل روحي ما بيناتكم. هكذا خير، هكذا نعرف كيفاش نربي وليدي انا. عجب، غبت عوام في الصحراء جيت لقيت كل شيء مبدل، حتى الولد راح فيها. انت وين كنتي يا؟ على ما عيطتيش عليه مع الاول؟ ايوا دوك ترد اللوم عليا، ما نقدرش نعيط على الولد وهو ما دار والو. اذا كان على اللبسه راهو يقول الموضه، وانت راك تقول بلي تغيبت سنين، درك ترجع باش تخسر الولد. روح مع هذا العقل يا احمد. على حسب ما راني نشوف ماشي غير هو اللي تبدل. ألم خليه يدخل له وعيط الحاكم قول له يجي في الحين. صح. تفضل. السلام عليكم. سلام. بصراحة أني حاب نعرف شكون أنت بالضبط. أنا اسموني خالد، المرحوم سالم كان عمي. تفضل. يزيد فضلك. حليمة كانت قالت لنا بلي كاين واحد من العائلة تاع سالم، كلمها هذه مدة سنين، بصح شي اللي ما فهمتوش أنا، انت بنت وعاود تخبيت وعاود بنت تمتم وعاود تخبيت تمتم واليوم ما عاود بنت، علاه؟ هذه سنين كي مات عمي سالم اتصلت بالشركة وهدرت مع واحد الشوفير، حكى لي قاع وصرا ما قدرتش نجي نشوف المدام، كانت يما مريضة وكان لازم عليا نريح معها، توفات الله يرحمها، قعدت وحدي. المالا قررت باش نجي لهنا ونحوس كاع على لا فاميلي عندها علاقه مع عمي سالم. جيت عندك ديجا دو فوا وما صبتكش. الله يرحمه. والمطلوب مني؟ ما مطلوب منك والو، راني حاب نشوف مرت عمي وليدو. حليمة قالت لنا بلي ما تعرف حتى واحد من العائلة تاع سالم. باباك وين راه؟ حتى بابا هو تاني توفى، هادي 15 سنة. وانت واش تخدم؟ حاليا راني اون شوماج. كنت نخدم في واحد الشركة في الشرق. صراو لها مشاكل وغلقت. دوكا راني في العاصمة مع خالي. ياخ ماكش دير لي بيفي على هدرة هادي كاع. لا 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 ماشي هدا وقت صدي، أنا حاب نتعرف عليك برك. تفضل. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. صحة سرية عباس حكيم. سيد هذا تعرفه؟ يظهر لي شايفه من مدة. لا انا لحاليمة ما نعرفكش، ودارك من عائلة تاع سالم كيما راك تقول انت، لازم عليا نقدمك ليها، تقدر تولي غدو ما كاش مشكل. ريح ريح. خلي لي التليفون ديالك.
تفضل. مالا خليكم. سلام. صحة. السلام عليكم. سلام. حكينا. أنا مخويا رياض. المرحوم أكلم لك على حتى واحد من العائلة ديالو. ولا السيد هذا. المرحوم عمر هو اللي جبد لي سيرة عائلته. وأنا مش من حقي بها نسقسيه. ولكن عمري شفت واحد هنا في المصنع. ماشي مشكل. تقدر تروح تشوف خدمتك. اي ربي يعاونك. تفضل. اي صح. أو زاد عاود بانه. زاد بان. خلاص جيبوه للدار، لازم نشوفه. لا لا حليمة، خلي المرة ولا نتلاقاو به هنا في البيرو باش نشوفو شكون هذا وشي حبوش. رياض وش راح يكون؟ حتى ولا كذب علينا رانا نفيقو به. معليش معليش، خلي المرة ولا نشوفو هنا عندي ومن بعد ربي يجيب الخير. خلاص قول له غدوة إن شاء الله العشرة في المكتب أني نكون تب. هيا صح صح. يا عمري وليدي عنده ولي العمو على بالي هادي تفرح. ياسمين ياسمين جيبي لي باش تعلم معايا. حسك لا ماما ولا ماما جيبي لي مع بنتي. تك 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 مريح جابك هذه غيبة. يا أخويا توحشناك. وش راك رشيد؟ لاباس الحمد لله. لاباس صباح؟ الحمد لله. وش راهي هدى؟ وش راهم درالي؟ لاباس الحمد لله. واقيلا خارج والله غير عندي شغل خفيف هنا بصح. والله غير كي تجي غير نقعد معك تخلينا نتفكروا لي. لا لا ما نعطيكش على شغلك رشيد. ايوا شغل يقدر يستنى. نقول لك حاجة والله غير توحش البدا ثاني. الله الله
ريما رانيا روحوا تشوفوا شكون اللي جا. كنزة وراهي رانيا راهي في بيتها دوك نعيط لها. دير لنا قهوة في تليفوني. صح. بس بس صح عندك بزاف ما حوثيش علينا على هذا اللي قلت انت انا نحوث عليك حتى هداك اللي جبت ريح معنا يومين. لا 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 اول لازم تروح تشوفها وراهم هذوك اليامات كانوا ما يتفرقوش كل ما نجي من الخدمه نسقسيهم عليها يقولوا لي راهي عند خالها. هذاك الوقت ما كنتش تخليني نروح وكنت حتى الدار ما تخلينيش من بعد منها. هذاك الوقت كنت صغيره انت وانا كنت نخدم بوليسي والوقت ما عنديش وكي يكون عندي شويه وقت كنت نجوزو معك يا راني في الدار نلعب معك ولا راني برا معك وين حتى دوكا راك مشغول وكي تدخل الدار تلعب غير مع سامي وعبد الله. لا ما لاباش بلي بنتي مازالها صغيره وتحب تلعب خلاص كي تجي من عند خالك نديك تلعب بنتي وسامي وعبد الله. الحسن انا دوك ما قدش نروح عندي شغل. واش مشغول؟ معليش خليها انا بروحي نمسحقتها في واحد السوالح وهاد الامور ما يقدروش يستناو حتى الغدوه. على كل حال صالح انا كي نكمل شغلي العشيه راني نجيبهم ونجيب معهم كنزه ودراري. وكنزه ودراري علاه؟ ما راناش عائله وحده ولا واش قال صالح؟ وي انا عنده الحق وهود على ما يشجي رانا في شحال ما شفناهاش من اللي راح نجد عندي غير زوج خطرات. والله غير هذه فكره مليحه دوك نروح نجيبها. بصح انا نجي معاك كيما حبيتي باش من بعد كي بابا يجي نعاود نولي معاه. معلش يلا راح نجيب حوايجي. عامل مع صحابي. طارت غير برا 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 على ما تريحش في الدار شويه ماشي خير. كاش ما تقرا كتاب ولا كاش ما تدير قول لي واش راح دير لك الزنقه. صحابي وراك تعرفهم وديجا تقلقت حبيت نخرج هذا ما كان. بصح مانيش عارف علاش انت ماشي كيما مهدي. انا على حسب ما نعرف يما حليمه قالت لك الوليد لا باس يريح في الدار ما يتقلق ما والو ما يخالط ناس ما والو. راك حاب تعرفني علاه انا ماشي كيما مهدي. انا نفهمك مهدي الله يبارك بابا خلالو فيلا قد سخط. مهدي الحاجه اللي يسحقها تكون عنده قادر من غدوه يولي رجل اعمال ناجح. اكبرت وليت ترجع لي الهضره يا تسقسيتني وانا جاوبتك ما كنتش فاهم فهمتك وديجا انت اللي جبت لي سيرتو. وزيد تاني مهدي ما عندوش ديما باباه فوق راسه الحاجه اللي يديرها ما تعجبوش يحب يرجع روبو ويمشي تحت اوامره ديما محسوا باللي هو فاشل وضايع وما يصلح لوالو حتى ولا خاف يدخل للدار غير باش ما يشوش في وليده باللي ضايع. واش كاين؟ واش صرا علاش كنت عيطو؟ كون ربيتكم كيما تربات يماكم ما لسانكم يطول وتولوا تهضروا هكذا. واش كاين؟ Thank you.
خليه يروح خليه يروح روح روح الله يسهل عليك نشوفوك إلا تقدر تمرميت المسؤولية تاع برا وارا يا وليدي ولا قول لي ولفت الحطة والفيلا والباكلة لوكس عند خالتك حليمة عنده الحق أنا راح على أجل الفيلا والحطة بصح ما تسعفش باباك من حقه يهدر معك ويربيك من حقه يهدر معايا بصح مشي من حقه يخنقني وماما خممت فيها كي تجي ما تلقاك شو شح يصرى لها ماما قلت لها بلي انا حروح انت طحاني ماما انتو ما طلعوا بزاف روحكم ديجا مشي كنتو تقولوا بلي ماما دايما كتحبني اكثر منكم هاي جات لوكازيون صار عليك احنا نتهناو منك بصح دوكا كي تروح ما يلقى حتى شغل يقعد لاتي غير بيا المهم طلعوا بزاف روحكم بصح مشي معناتها انا رايح ديروا رايكم ياك وطلعوا بزاف في ماما راني نعزكم تسمع انا راني غلط كي حبيت نربي وليدي كيما يلزم الحال يمك واش طول ولا مطولش مبناش راح تخدي ما قالتليش وقتاش تولي ما على بالكمش ما على بالكمش على بالي مسكينه ماما شو يستنى فيها كي تجي فهميني حاجة مش حبي قلنا كي قلنا كنت ربينا كيما تربت ماما علاه ما نعرف كي تجي سقسيها